ياه، إنه أول طائر مغرد لهذا الربيع، وهذا يعني يا سنافر الصغار أننا اليوم سنحتفل ببداية الربيع في مهرجان الرقص والموسيقى والشعر. الشعر دورك في المهرجان هو أهم دور على الإطلاق، وكما فعل السنفور الكبير المناك عليك أن تؤلف قصيدة خاصة بالربيع وتتلوها عند المغيب. اعتمد علي بابا سنفور، ستكون أجمل قصيدة سنفرها أحدهم على الإطلاق. ها هي يا هلهول، أقوى جرعة صنعتها يوما، أظنني سأدعوها الصمت الجميل. كل ما نحتاج إليه يا هلهول هو ضحية. لقد نجحت جرعة الصمت، نجحت. أوه، سأبحث عن السنافر الثرثارين لأسكتهم إلى الأبد. أول إشارة إلى الربيع هي غناء العصافير البديع، ويتخلص العالم. يا للحظ، مؤسف أن هذه الكلمات ستكون كلماتك الأخيرة. لا يستطيع حتى طلب المساعدة. ماذا؟ أيها الهرو الغبي، لقد سمحت للمزعج بالهرب. حسنا، إن كنتم تريدون رأيي. نعم، هذا صحيح. ما الأمر يا شاعر؟ سنفر شيء ما في حلقك، أنا سأساعدك. هل تشعر بتحسن صديقي؟ ماذا يفعل؟ أظنه يحاول أن يخبرنا بشيء. هلهول، شرشبيل. انظر يا مفكر، لا يوجد سوى طريقة واحدة لحل هذه المشكلة. مرحبا يا صديقي الصغير، هل ستنشد لي أغنية؟ آه عجبا، لم أرى من قبل طائرا مغردا يعجز عن النطق. بابا سنفور، بابا سنفور، شرشبيل هو من أخفى صوت شاعر. لابد من أنها تعويذة ما. افتح فمك، أكان شرشبيل؟ لعله فعل شيئا ذاته بهذا الطائر الصغير. أوه، يا له من مسكين. حسنا يا شاعر، سأبدأ العمل على العلاج. أولا يجب أن أعرف نوع التعويذة التي استخدمها شرشبيل. شاعر قصيدته لمهرجان قدوم الربيع. لا تخافوا يا سنافر الصغار، أعرف شخصا قد يساعد شاعر على الكلام حتى من دون صوته. صديقتي المقربة لكون يا جنية الغابة. يتكلم من دون استخدام صوته؟ هذا مستحيل سنفورة. لا يا سنافر الصغار، قريبا ستعرفون أن هذا ممكن تماما. أرجوك أوصل هذه الرسالة إلى لاكونيا في بستان الأقزام. التكلم من دون صوت؟ يجب أن أرى هذا. عندها قلت: ماذا تظنني؟ مجرد وجه جميل آخر في هذه الدنيا؟ أحسنت يا مغرور. ها أجل، أنت محق. مغرور كم أنت. يا لشاعر المسكين، لابد من أنه يشعر بالعزلة. ها قد وصلت لاكونيا. أهلا بك لاكونيا. عجبا، أنت أجمل جنية غابة شاهدتها على الإطلاق. لما لا ترد علينا يا بابا سنفور؟ لأن لاكونيا بكماء يا سنافر الأعزاء، لا تستطيع استخدام صوتها. لكنها وجدت طريقة مسنفرة جدا للتواصل مع أصدقائها، إنها تدعى لغة الإشارة. مع لغة الإشارة لن يشعر أي سنفور أصم وأبكم بأنه عاجز عن الحديث. أي شيء يمكنكم سنفرته بواسطة الصوت يمكنكم التعبير عنه بلغة الإشارة. أي شيء؟ حسناً، ما هي إشارة الفراشة؟ ما هي إشارة العصفور؟ ما هي إشارة الهرة؟ كذلك الهر اللئيم هلهول. أجل، إنه يشبه هلهول بكل تأكيد. يا سنافر، يا سنافر، إن كلمات كالهرة والطائر مسلية، ولكنكم نسيتم جميعاً أهم كلمة في العالم كله.
سنفور. مع بعض الكلمات عليك أن تجد إشارة جديدة للتعبير عن نفسك. أوه لاكونيا، هذه إشارة رائعة لكلمة سنفور. وإذا أردتم الإشارة لاسم سنفور، عليكم التفكير في صفة معينة تجعل من ذلك السنفور فريداً من نوعه. على سبيل المثال، سنفور قوي. هاي، هذه إشارة رائعة لاسمي. أظن أن إيجاد إشارة لاسمي سوف يستغرق وقتاً طويلاً. لاكونيا تقول إن هذا سهل. هذا أنا بكل تأكيد. سنفور أكل. أنا أكره الأسئلة، ولكن ماذا عن الطفل سنفور؟ أجل، حان الوقت لنترجم قصيدة شاعر لمهرجان قدوم الربيع، والآن لنجد مكاناً هادئاً. والآن تذكر يا شاعر، يمكنك أن تعبر عن نفسك بدقة بالغة بواسطة الإشارة. حسناً، أتسمحون لي بالانضمام إليكم؟ لنعرف. أمسكت بك. حسناً، حسناً، ماذا لدينا هنا؟ صديقة للسنافر؟ مدهش، ستخبرينني كيف أصل إلى قريتهم. ترفضين؟ حسناً، لدي طريقة خاصة لإجبارك. في الواقع لدي عدة طرق. مسكينة لاكونيا، علينا أن ننقذها. إذا كنا سننجح بإنقاذ لاكونيا، علينا أن نتمكن من تخطي هلهول. يا لك من طائر شجاع! بسرعة يا شاعر، هيا بنا. حسناً، حسناً، حسناً. بما أنني مشعوذ عطوف طيب القلب، أنا شرشبيل سأمنحك القدرة على الكلام. ولترد لي الجميل، أنا واثق من أنك ستخبرينني بموقع قرية السنافر. مقايضة عادلة، أليس كذلك؟ إذن سأجبرك على التكلم. أظنك قريباً ستغيرين رأيك يا صديقتي الصامتة. لكي تنجح التعويذة، يجب أن تقال بصوت عالٍ. هذه فرصتنا. شفة السحلية، لسان الدجاجة أيضاً. ماذا؟ سأمسك بكم أيها السنافر المزعجون. تعرف الآن شعور من لا يملك صوتاً يا شرشبيل؟ توقف، إذا أذيتنا يا شرشبيل لن يبقى أحد لتلاوة التعويذة، ولن تتكلم مجدداً. أطلق سراح لاكونيا، وأنا سوف أتلو التعويذة. جيد، والآن ليتجمع الكل، وأنت أيضاً أيها الطائر الصغير. شفة السحلية، لسان الدجاجة أيضاً، فليتكلم هذا الشاعر مجدداً. إنها تنجح. أيها الطائر الصامت، غرد مجدداً. شفة السحلية، لسان الدجاجة أيضاً، فليتكلم المشعوذ الصامت مجدداً. والآن سأمنحك صوتاً يا لاكونيا. هرة، أين؟ أوه لا، لن تتمكن الآن لاكونيا من التكلم أبداً. لكن أنا سأفعل، والآن إحدى عباراتي المفضلة، أمسك بهم هلول. من هنا أسرعوا. لن تهربوا مني هذه المرة، وسأتأكد من ألا تنطق بكلمة لبقية حياتكم التافهة. الإمساك بكم الآن سيكون في غاية السهولة. يمكننا دائما أن نعتمد على فشل خطط شرشبيل. حسناً أيها الأصدقاء. لاكونيا، لا يمكنني أن أشكرك كفاية لأنك أنقذت حياتي. أتمنى فقط لو تمكننا من إنقاذ التعويذة ومنحك صوتاً. جميعنا نشعر بالأسف لاكونيا.
لاكونيا تقول إنه لا داعي للحزن، فهي سعيدة كما هي. فليحيا الشاعر! فليحيا الشاعر! شكراً! شكراً! حسناً، إذن سأتلو الآن قصيدة ربيع بلغة السنافر ولغة الإشارة. بست! يا شاعر، لست بحاجة إلى لغة الإشارة، فقد استعدت صوتك. أعرف، لكن السنفر بلغة الإشارة أمر رائع. أول إشارة على قدوم ربيع هي غناء العصافير البديع، ويتخلص العالم من كل شيء شنيع. لكن ما من كلمات كافية تعبر عن معاني ابتسامة وافية. بالنسبة إلى سنفور، إنها أغنية من القلب.